في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، عقدت وزارة البيئة والرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانغ ليمارك مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر. وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يهدف إلى تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، وإلى تحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق بإلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية. من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر الاتفاق مع الرؤية المصرية في أن المؤتمر القادم يأتي للانتقال من مرحلة التعهدات لتنفيذ الالتزامات.